وصلنا لمحطتنا الأخيرة لليوم ضمن رحلتنا الصباحية، ورح نتعرف فيها على أحدى الرياضات يلي عم تشكل عامل جذب للشباب، وهي رياضة كروسفيت. نتعرف عليها مع الكوتش صافي العكش. صباح الخير كوتش. صباح النور. أهلا وسهلا فيك كوتش. يعني رياضة مو الكل بيعرفها، خبرنا عن هالرياضة، امتى بلشت وكيف بتكون؟ هلا هي رياضة الكروسفيت رياضة عالمية جماهيرية، يعني هي رياضة برا كتير معروفة برات البلد وإلها بطولات وإلها كذا. تقريبا هي انتشرت أكتر شيء بالعالم بعام 2000، بعدين بلشت بالظهور وصار إلها بطولات وصار إلها فرق. 2007 تماما، 2007 بلشت أول بطولة إلها واستمرت لهلا. هلا هون للبلد يعني تقريبا دخلت بشكل تماما من سنتين بس، لاني انا بدربها بشكل اكاديمي. يعني شلون بيدربوها برا؟ نفس البرامج بتنحط، نفس الموضوع اللي بنحط بندربها انا، حتى ملاحقينهم يعني هن بيحطوا برنامج برا نحن بنشتغله دغري. هو هي الرياضه مجموعه من الرياضات المختلفه والمختلطه مع بعض، احكي لنا عنها اكثر وكيف. هلا هي رياضه جامعه الرياضات القويه الشامله، مثل فيها تقريبا اكثر من قسم. فيها قسم للجمباز، يعني حركات الجمباز اللي بتشوفيهم بيتعلقوا على الثابت العقلي بسموها، تمارين المسل اب الطلعه النزله، يعني هي تقريبا فيها القسم الاساسي من الكروسفيت. القسم الثاني رفع الاثقال، الرفعات الاولمبيه، السناتش، الباور كلين، القصص هي كلها. القسم الثالث هو الكارديو او الايروبكس، يعني تمارين الحرق والقوة اللي فيها كتير جهد وصرف للكروز. يعني تقريبا هن جامعين كل شيء فيها تمارين للقوة وللياقة وبيعملوا لها برنامج. هذا البرنامج بنشتغله تقريبا كل تمرين بنركز على شيء معين. يعني تمرين مثلا بنركز على الرفعات، تمرين على الجمباز، تمرين مثلا على حركات الكارديو، اوقات بنعمل ميكس بيناتهم. بيقولوا هو التمرين عندكم 4 مراحل يعتبر؟ ايه، يعني هو بينتقل من شغل. هلا في اول مرحله ممكن نعطيه 3 حركات ضمن البرنامج. طبعا هو البرنامج بيعتمد يا على الوقت، مثلا بنقول خلال 20 دقيقه بدنا نخلصه، مشان هيك بيكون مدروس تماما. يعني فترات الاستراحه بتكون فيه قليله جدا، يعني بده ينتقل من حركه لحركه بدون ما يريح. الوقت سريع مثل ما عم نشوف كوتش بعض الصور بتتعلق بهالرياضه. يمكن اي حدا بيقوم بعمل رياضي بيهمه الفائده من هالرياضه. تماما. خبرنا عن فوائدها لهالرياضه كروسفيت. هي فوائدها كبيره. انا عندي صالون في ناس بتدربوها تقريبا بحدود السنتين من وقت ما فتحت الصف. عملت شيب كثير حلو لجسمهم، يعني هن مارسوا عده رياضات واجوا لعندي قاموا لقوا كتير فائدة بالجسم. أول شيء بتحرق الدهون بشكل فظيع، يعني طبعا بتكون متبعة مع نظام حمية ومكملات غذائية ليستفيد منها أكثر الواحد. بتعطي قوة وشد للجسم وأعصاب. حتى الفرق الرياضية اللي ببلاد برا مثل كرة القدم، السلة، القصص هاي بيلعبوا تمرين اسمه كروسفيت عندهم. يعني عرفوا هاي رياضة قديشها مثلا لها فوائد، تعطي القوة واللياقة والنفس بعد عن الملل والروتين بشكل كبير. هلا كمان بدنا نحكي عن أضرارها، بيقولوا أحيانا تمزق وكسر تماما. وبالأخص إذا ما في استراحة بهالرياضة أبدا. صحيح. شو هي أضرارها؟ هي أضرارها بتجي من ناحيتين. أول شيء بده يكون الكوتش خبير، يعني بده يكون عنده شغلة إنه يعطي كل واحد حسب المستوى اللي بيقدر عليه. أنا ما فيني مثلا يجي واحد جديد خليه يرفع مثلا 100 كيلو. أكيد نبلش بالتدريج. الشغلة الثانية هي بينعطى البرامج بحيث إنه يتوافق مع مثلا الشباب المبتدئين اللي بيجوا، كيف بتبلش معهم كوتش؟ أول شيء بركز على التكنيك الحركي كتير. يعني هن بيعرفوا اللي بيدربوا عندي هذا الحكي، يعني حتى منبلش ببار فاضي، يعني إنه ما في وزن نهائياً، انه بيلعبوا التكنيك تبع الحركه. الاحماء ضروري، يعني ما في دغري يفوت على الحركه. اكيد الاحماء كثير مهم. ايه طبعا، وخاصه رياضتنا نحن اذا ما كانت العضلات تماما محمايه وعاملين ستريتشنج للعضله مناسب لها بنخاف من لانه في سرعه بالاداء. تماما، سرعه ورفعات اوزان. هي الرفعات الاولمبيه بدها كثير يكون الواحد عامل. مشان هيك انا بعتقد هلا عندي الحمد لله ما صار في اصابات. نعم. نهائيا يعني خلال السنتين. اللي الكوتش له دور كبير بالقصص هاي. بس في شغله بدي انبه عليها، يعني هي الكروسفيت صار الناس انه وين كروسفيت، يعني عم يدربوها. انا ما عم بنقد يعني، بس هن معتبرين انه رفع الدواليب والحبال انه هي الكروسفيت وهو بسرعه بالاداء. لا لا لا، هي الكروسفيت كبيره شوي.
بدنا بس نوضح الفكرة يعني إنه الكروسفيت مو بس إنه في ناس بيدربوها هون بالبلد، إنه عم شو عم درب كروسفيت، بيجي بتلاقي إنه عم يرفع دولاب ويحرك حبل ويلعب شوي بوش أب. كروسفيت كتير كبيرة يعني، هي في تقنية بحد ذاتها تماماً. يعني لآلية يعني هي فيها دراسة أكاديمية. حتى إذا بفوتوا على اليوتيوب بيشوفوا إنه بيقعدوا مثل كلاس صف وفي كوتش واقف على اللوح وبيسجلوا على الدفتر وكذا. يعني شغلة أكاديمية وشغلة كبيرة كتير يعني. يعني رياضة كوتش رياضة مميزة ورياضة حلوة، والأهم إنه بيحصل على نتائج كمان مرضية لكل شاب بيتبعها. نحن كتير نشكرك كوتش صافي على هالتعريف لهالرياضة يلي قدمت لنا اليوم ضمن صباحنا. على عيني. بنتشكرك كوتش على المعلومات المفيدة اللي عطيتنا إياها، وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا كتير لكم وللقناة الإخبارية اللي عم تستضيفنا على طول.